جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. برشا اعلام تونس موزع لهنا على الصغيرات هذيا في اكسيون فلاش باك الخاصه بالدوره 58 اللي استعرضها ويسو على كل احنا اكثر تفاصيل باش ناخذوها من عند الفنان الرقيق جلال دوما. بصراحه ابهرتنا اليوم جلال، شنو الاستعراض هذا؟ اعطينا ساعه قبل كل شيء النومبر نتاع اللي نشوفوا فيهم لهنا.
السلام عليكم قبل كل شيء، وان شاء الله تونس ديما في خير، وان شاء الله شباب تونس وصغار تونس وشعب تونس كل بخير ان شاء الله، وعائل جوهره افهم ان شاء الله ديما بخير قبل كل شيء. هذوما الكل الصغيرات كل العباد الكل اللي جاوا كلهم حب في الوطن، حب في الدراكو، حب في تونس، حب فينا احنا وحب في المضي نحو الامام، فهمني؟ شباب واولياء جاوا بالكداك شباب واولياء سوسه من سوسه هنا، ان شاء الله نكونوا وصلنا الالف، الالف الترقاديه ان شاء الله، الف 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 فرد كما نقولوا، عندنا عائلات عندنا ناس هنا اليوم. نحب ان اليوم نحب نقول لسوسه ولتونس كامله، نقول لهم والعالم الكل، نقول لهم اللي هذايا اوفرتور نتاع بابا وسو اللي ما ماتش، واللي الساحل مش عاود يرجع له فورس كبيره برشا، وان شاء الله اليوم حلينا اللعبه نتاع بابا وسو هنا. هنا مش نزيد نوعيكم اللي جوهر افهم واخذ اوصوا معنا بيان سيور، هما واخذيننا في تخطيط اوصوا كل، والله نوعد كشخص كمدير فني لاوصوا، نوعد انه اليوم اسنا مش يشوفوا حاجه ما شافوهاش قبل وما يحلموش بها باش يشوفوا، كما اليوم برشا برشا اصحاب برشا اصحاب باللغه المقلوبه بيان سيور يحبوا، ماذا بهم ما صار شيء، ماذا بهم شعب سوسة راقد على وذنيه. أنا اليوم جيت باش نقول سوسة راهي حية، سوسة عندها رجالها، سوسة عندها أوليائها، سوسة عندها صغارها، سوسة عندها صغارها، سوسة عندها رجالها ونساها وصغارها وبناتها وولادها. تحيا سوسة، تحيا سوسة، تحيا تونس، وإحنا كل ما تونس ربي يخليها لنا تونس. يعطيك الصحة جميل. جوهرة FM الدنيا وما فيها.